معك انت ماشي تحاول معنا الشعب كامل راه رافضك وين تروح حوزو الولايه اللي تروح ليها حوزو معليش عطني السبب لهم خليك على راس الحيوان خلوه يتكلم تفضل اولا اي ولايه اللي حوزت لي كمل سؤالي عطني السبب لهم خليك على رأس لجنة الحيوان لما تكش منها والشعب رافضها كليا تفضل لا تفضل تريد ديمقراطية تفضل معليش تفضل راني على رأس لأنه انا شخصي مقتنع في لك سؤال ما تقدرش تجاوب ما عندكش جواب تفضل معليش اما انا دخلك تكلم ما عندكش تفضل والله ما عندك جواب والله ما عندك جواب تحلف بالله يا والله ما عندك جواب راكم كامل راكم كامل هنا على جهه مصالح شخصيه ما كاينش هنا على جهه مصلحه البلاد واحد ما يحب البلاد هنا تفضل الحمد لله كاين انت تفضل صلحتك ماشي غير انا الشعب قاعد على راسك الحمد لله كاين الشعب بينك اخطينا يا رب ماناش حابين في راس على راس لان نؤمن بالاطمئنان انا شخصيا اخترتها اولا ثانيا ما تجاوبنيش على سؤالي معليش جاوبني على سؤالي انا قلت لك ما كان اي ولايه اللي حوزتني لان ما رحت لاي ولايه فيديو دبر صور الفيديو بصح كان حوزوا فيه غير الشعب ولا رفضك الحاز وين راه شفت الحزب الجيش الشعب اللي حوزني وين راه شفتو خاب الفيديو الشعب كامل ولا رفضك واحد من يسحقك ما Cette commission, au début, son objectif, c'était la médiation et le dialogue.